استاذ حسام، خليني اقول لحضرتك ختاما ان احنا كنا عاملين مبادره اقرا واتعلم. دار نون كانت مشاركه معانا في المبادره الحقيقه بشكل كبير جدا، وفي مجموعه من الروايات من شباب بيكتبوا لاول مره، اعمارهم صغيره، جات لنا فانتقينا روايه من ضمن الروايات. والروايه النهارده الخاصه بدلتا 20 كتبها كاتب شاب اسمه عمرو عادل. حضرتك هتقدم لنا ايه الروايه دي بقى يا استاذ حسام؟ هنشرها له يعني ان شاء الله النشر هيكون من خلال دار نون. من خلال دار نون، والتكلفه كلها هتقوم بيها دار نون يعني. ما انا بشكر حضرتك طبعا، دي سلام. حاجه طيبه جدا ربنا وفيها يخليك. تشجيع للشباب من دار نون. بناكد مع حضراتكم مبادره اقرا واتعلم كان في مجموعه من الروايات جات لنا، اخترنا منها روايه الكاتب الشاب عمرو عادل، بيكتب لاول مره، مهندس هو بالمناسبه، وحديث التخرج، والروايه اسمها دلتا 20. دار نون للنشر تبنتها، لان دار نون للنشر عندهم طبعا مطبوعات معظم انتاجهم خاص بالشباب اللي بيكتب وبيدعموا الشباب اللي بيكتبوا لاول مره، وبالتالي تبنت النشر بالكامل. انا بشكرك شكرا اهلا جزيلا وسهلا بحضرتك، ونورتنا، وشكرا ربنا جزيلا لحضرتك، ان شاء ميرسي الله فيلم، موفقين. شكرا، بشكرك الاستاذ بارك فيك. حسام حسين مدير عام دار نون للنشر، وبنكمل مع حضراتكم بعد الفاصل فقره جديده من صباح دريم. خليكم معنا، صباح دريم، احلى صباح في مصر.